FM. الكلمة ليك. يا طريق الصبر طول على الصبرين، وإن شاء الله طريق الصبر هذايا يوفى في تونس، خاطر ما عادش نجمو نصبروا على خاطرنا احنا بالحق معناها أنا إبويزي، خلينا نقولوا كل الشحنات اللي عندنا ما عادش نجمو نصبروا، خاطرنا فدينا كرهتونا ديجيتونا في حياتنا تو سامبلومون. سفيان قلنا كانت الترويكا ترعى في الإرهاب، جاي مادي جمعة قلنا مازالت فما غواصة ترعى في الإرهاب، جات حكومة جديدة والإرهاب مازال متواصل. اليوم شنية المشكلة؟ وين؟ اليوم المشكلة في قانون الإرهاب، في تفعيل مسائل القضية في الأحكام. اليوم الحكم بالإعدام موجود في تونس يتنفذ، ما يتنفذش هذيك حكاية أخرى. خلي يكونوا عبدة اللي ما نعتبر، وأنا نطلب السيد الباجي قائد سبتي كقائد أعلى للقوات المسلحة بشير بسوتريين ميليتير، أول مرة في حياته يلبسه، وهو كان مدير عام للأمن في فترة ما، والسيد باجي قائد السبتي كان وزير داخلية في فترة ما، وحضر حتى على محاولات انقلابية كان شق على الدولة التونسية، وكان مقاوم ضد إسرائيل وقت ضربتنا في حمام الشط ومشى قاوم نتنياهو في الأمم المتحدة. ونطلب صاحبي بسيد باش ينحي الكوستوم كرافات ويلبس الكسوة الميليتير نتاعو. الملك الأردن طلع في الطيارة ومشى صف الدواعش في سوريا. السيسي هو نفسه قاد العمليات، وشفت شدوا منهم بالعشرات، دخلوا شدوا منهم بالعشرات وشدوا السيارات نتاعهم وشدوا المواقع نتاعهم. نطلب من الحكومه نتاعنا اليوم باش تعلن حاله استنفار، ليتال اكسيبسيون سي لوفو، حاله الحرب، يلبسوا لتري ميليتير. مش معقول وان وزير الدفاع الفرنساوي يمشي لديبوتي ويلبس كومبا ويقعد معاهم 45 درجه فهمني في السخانه، واحنا هنا قاعدين في المكيفات ويعاركوا، المكيف نتاعي مش ماشي مش قاعد نخدم. اليوم نو سوم دون ان ايتا دو غير، انها الحرب سي لا غير، وهي حرب الوجود. تونس في خطر، تواجد تونس في خطر، الدواعش قاعدين يحتفلوا. اليوم يلزم نخرجوا معناها حاله الاستنفار العام، كلنا جياب، كلنا الدغبجي، كلنا البهيرادغم في معركه بنزرت، كلنا القيادات العسكريه، وناخذوا الديسكور نتاعنا ونقولوا تونس في حاله حرب، ونحشدوا كذلك صداقتنا في العالم اجمع من اجل مواجهه الارهاب، ونقضيوا على الارهاب في الاحياء، نقضيوا على الارهاب في الحظه نتاعهم في الاحياء، في الحظه نتاعهم في الانترنت، وكذلك نحاسبوا المسؤولين على هذا ونعدلوا بالمحاكمات الان وهنا، ونحكموا احكام بالاعدام. نعم نحكموا احكام على خاطر هذم قاعدين يغدروا شبابنا، قاعدين اربعه الله يرحمهم وينعمهم يعيشوا على الوطن في مفرق، يجيوا يقتلوهم بطريقه معناتها نتاع غدر خسيسه. اليوم نطلبوا من السيد رئيس الحكومه باش يولي ان شيف دو غير، وندخلوا كان لازم في ايكونومي دو غير، وبربي نوقفوا الاضرابات، نوقفوا الامور الكل، نعملوا لونيون ساكري بور لو مومون من اجل وان ندافع على وحده هذا الوطن، ان شيخسو غاجور، وقفه معناها نتاع وطن نتاع ناس عظماء يدافعوا على هذا الوطن العزيز، وكذلك الشقيقه الجزائر بحذانا وكافه الوسائل العسكريه نتاعها موجوده معنا باش في الحرب ضد الإرهاب، لأن اليوم في حرب الوجود وكلنا يد واحدة ضد الإرهاب. ذكركم 72-280-300 تتواصلوا معنا، تكلمونا ناخذوا أراءكم بعد شوية. ذكركم 72-280-300 مرحبا بتليفوناتكم، تعبروا. واليوم اليوم احنا نعيش في فاجعة وطنية، في كارثة وطنية، في مصيبة وطنية، وكلنا أولئك الشهداء، وكلنا هذوكم أولئك الأبطال، كلنا عمر، وكلنا مهدي، وكلنا هيثم، وكلنا عبد الوهاب. واليوم نخمز ذا كيف كيف ونفكروا في عائلات الشهداء، ونذكروا في الأمهات الثكالة خلينا نقولوا، كيف كيف في النساء الأرامل، وفي الأولاد اللي فقدوا الأب. اليوم كلنا هؤلاء الشهداء. الكلمة ليك.